السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أتيت لأشرح لك delivery system، لكن قبل ذلك أريد أن أريك الفرونت اند، يعني لأننا تحدثنا في الدرس الأول عن الباك اند والكوستمر والفرونت اند والكونسول والأبي إي. الآن سأريك بعض عن الفرونت اند، بعض الأشياء. سندخل هنا للسيرفر الخاص في هذا هو هنا. لو رأيت سترى باك اند كوستمر فرونت اند. اوكي، الاب بي اي هنا، نحن لا نريد الاب بي اي الان، لكن نريد فقط الفرونت اند. الفرونت اند التي ترى هي هذه الصفحة. عندما تدخل على السيرفر، سنأخذ السيرفر ونأتي به في فرونت اند. لو دخلت على السيرفر ستجد هذه الصفحة. انظر ماذا سأفعل. سأعمل لها واحد وآتي للصفحة وأعمل ريفريش. يأتي بالصفحة. دقيقة، تيم هنا، عمل له واحد. فريش. المهم، إذا أردنا أن نتخلص من الفرونت اند فالأمر ليس بالصعب، يعني تأخذ كل هذا الملف وتزيله وتعمل ملف آخر، تعطي ملف آخر وتعمل يعني التيم الخاصة بك. هنا أعيد الصفحة كما كانت، ممكن أن نرى، يعني أنت أعتذر دقيقة لأغير فقط، يعني أريد شرح الدرس الخاص بالديليفري. ممكن أن تدخل هنا، انظر، تعمل إيديت هنا، Body Directly Access is Forbidden، لا تستطيع الوصول إلى هذه الصفحة. إذا هناك سيكيورتي خاصة بالصفحة، ليس إلا. وهنا أيضا Back to Application Real Index and its location exit. This file is part of the MyLuis EMA application. إذا ممكن أن أمسح هذه الأشياء وأذهب إلى هنا وآتي بالجديد وأغير فقط بعض الإعدادات وسيصبح الفرونت أند واضح لي. console extension، الاكستنشن ممكن ان تضيفها الى هنا، الاكستنشن التي تحملها من الانترنت تضيفها الى هنا. الكوستمر هذا بالنسبة للكوستمر، الكونسول هنا، الكوماند لاين، لكن كل ما يتعلق بالاعدادات فهي دائما موجودة في الباك اند، يعني في النورمال هي باك اند تكون هنا. هذا الخاص بالباك اند، لكن دقيقة لنرى. ابس هنا، اوكي، هي موجودة هنا في هذه الفايلات. الباك اند كله هنا، الكونفيج الخاصة به هنا، يعني التحكم بكل الاشياء من هنا. كومن هنا نرى Forbidden. هناك بعض السيكوريتي الخاصة بها، لكن من السهل إيجاد الصفحة. إذا الخروج، سأخرج من هنا. إذا أريتك أن من السهل الدخول والخروج إلى الفرونت أند والباك أند وكل الأشياء هنا. لابد فقط أن تعمل كوبي لكل يعني الفايل الخاصة بك وتضعها في، يعني
تضع في مجلد وتدخل وتعمل سيرش للكلمات المفتاحية، مثلا تعمل سيرش لهذه الكلمة ايميل ماركتين، عندما تجد الصفحة الخاصة بها إذا هذا هو الفايل الذي يجب عليك التغيير فيه. تمسح الكل وتبدأ بالتغيير. إذا إلى هنا ننتهي من هذه النبذة، نرجع إلى الدرس الحقيقي وهو الديليفري سيتين. الديليفري سيتين، ماذا يجب أن تعرف على الديليفري سيتين؟ يجب إتقان يعني الإعدادات، تأتي إلى السيتين وتعمل على الكرون، يجب أن تتقن الكرون مثلا هنا، تتقن يعني جيدا الديليفري سيتين الخاصة به، لأنك بعدم إتقانك للكرون ستصبح في مأزق صعب، يعني ستدخل على البلاك ليست عاجلا أم آجلا، ستدخل على البلاك ليست. سأفسر لك المستويات لتفهم. بالنسبة لإتقان الإعدادات يعني تكون مثلا السرعة غير كبيرة، يعني نرسل إيميلات غير كثيرة في الدقيقة لتكون هناك ريبيتيشن جيدة، لأن بعض الـ ESP، عندما أتكلم عن ESP يعني أتكلم عن جوجل وهما البروفايدر يعني والياهو والهوت ميل، يعني من الممكن أن يمنعك من إرسال الرسائل التي تريد أن ترسلها، من الممكن أن يمنعك ويضعك في البلاك ليست، لأن مستوى الإرسال يكون سريع جدا. لهذا نعمل على الروتيتين اي بي، يعني الروتيشن اي بي. لماذا نعمل عليها؟ نقول مثلا انظر، سأرسم لك يعني سأعمل لك شيما صغير. انظر يا اخي ويا اختي، يعني دائما انسى ان اقوله. انظر هنا في بي اس، اعتذر لاني لم ارسم جيدا. اي بي 1، سأكتب فقط يعني IP 1 IP 2 IP 3، نقول فقط عندي 4 IP هات، أوكي مرتبطة مع الـ VPS الخاص بي. ماذا سأفعل لها؟ عند الإرسال في الكرون ماذا سأقول؟ سأقول له اذهب إلى الاي بي الأول وأرسل ما منه اليوم فقط 1400 أو مثلا 720 إيميل لا أكثر، واذهب إلى الثاني أو نقول مثلا 1400 بنسبة مثلا معدل إيميل في الدقيقة، نقول 1440 وهنا 1440. انسى هذا الاي بي، هذا الاي بي لا نرسل منه، هذا الـ VPS لا ترسل منه. هنا 1440، هنا 1440 اليوم الأول، نقول أسبوع على حسب الريت الخاص بك. يعني ماذا سيكون الحساب؟ الحساب عندك مثلا إذا كانت عندك 4 IP 1440 في 4، أوكي، في 30 يوم عندك 172 ألف إيميل ترسله في 30 يوم. نقول مثلا أردت أن ترسل أكثر من 100 ألف في اليوم، نعم سهلة، لكن يجب أن تحصل على 10 IP أديسيونال، وهذه العشر IP هات مرتبطة بـ VPS واحد. انظر يجب عمل الوارم أب هنا، تبدأ بال 720 أو 1440 يعني 60 إيميل في الدقيقة أو 30 في الدقيقة، وبعدها تأتي كل مرحلة تأتي وتزيد وتأتي وتزيد حتى تصل إلى 10,000 إيميل في الآي بي الواحد. لا تكن يعني متسرع وترسل أكثر من ذلك، فالسيرفر عندما يكون هناك سرعة في الإرسال يعني يجب أن تتداخل مع. انظر سنعمل 10,000 على 24 ساعة، انظر سترسل في الدقيقة 406، يعني اعتذر 10,000 مقسومة على 24 ساعة
في الساعة عندك هذه الإيميلات مقسومة على 60، نقول 7 إيميلات في الدقيقة، جيد جدا. ممكن أن تصل إلى 10 إيميلات في الدقيقة، ليس أكثر. 10 إيميلات في الدقيقة يعني كل 6 ثواني يعني ترسل إيميل مثلا في 60 في 24، 14,400 في 10 140,000. لكن لا ترسلها بالإيميل، لأني عملت درس وفقط للتفسير. عندما عملت لك كيف تنشئ السيرفر أنشأته بإيميل، لكن أنا لا أنشئ السيرفرات بالإيميل. إذا دخلت عندي للمايل ويز هنا، انظر بالنسبة للسيرفر، أنا لا أنشئ السيرفرات بالإيميل، أنشأت هذا فقط للتست لك، ليس إلا لعمل التست. أنا أرسلها أنشئها بالباور ام تي ار. انظر هنا، ليس إيميل، هذا ليس إيميل، هذا باور ام تي ار. أوكي، وهذا الباور ام تي ار يشتغل مع كل الاي بيهات التي عندي. إذا إلى حد الآن تكلمنا بعض الشيء عن الديليفري. أوكي، سنرجع لنكمل الديليفري سيتين. الإعدادات الخاصة بالديليفري هي التي تدخلك على البلاك ليست أو تجعلك خارجها. إذا يعني جودة الإرسال وجودة الإنبوكس، لننظر مثلا إلى هذه الصورة، سأعطيك بعض الصور لتفهم. أين الصور؟ أين الصور؟ سأرى هنا، يعني انظر إلى الديليفري سيتين هنا. أوكي، عندما ترى الكومبين ترى 10 كومبين أتوانس في مرة واحدة. وهنا يعني ماذا قال للإعدادات؟ قال أرسل 10 كومبين مرة واحدة. يعني ليس يرسل 10 كومبين ليس بالدقيقة، لكن واحدة بعد الأخرى، واحدة بعد الأخرى، لن يكون هناك انتظار. يعني كل كومبين يأتي الكرون ويأتي يبحث عن 100 إيميل يرسل لهم، يأتي مرة ثانية ليبحث عن الثاني. إذا لم ينتهي من الأولى سيدخل على الثانية في كل الحالات. إذا لدينا 10 رسائل في دفعة واحدة أرسلناها ل100 إيميل. أوكي، وكل مرة 10 رسائل أرسلناها 100 إيميل. 100 إيميل يعني 100 في 10، يعني 1000 إيميل. الكرون ماذا سيفعل؟ الكرون جوب عندما يشتغل في كل دقيقة سيرسل يعني الرسالة. مثلا المرة الأولى سيرسل كومبين 1 مع 100 إيميل، مرة ثانية كومبين 2 مع 100 إيميل، وهكذا حتى ينتهي من العمل. لكن ضع في عقلك مثلا أن كل رسالة ستحتاج ذاكرة وستحتاج قوة من السيرفر، يعني جهد من السيرفر للعمل عليها. إذا حجم الذاكرة وحجم السيرفر يعني وقوة جودة السيرفر ستؤدي بعملية إرسال إما إلى التباطؤ أو التسارع. وتذكر أن البرمجة التي عملتها للكرون في وقت سابق، أنك عملت مثلا الكرون في البداية، قلنا على انظر هنا، قلنا الكرون في كل دقيقة. الكرون كرون كرون هنا. في هذا هنا كومبين سندر، عملت لكل دقيقة أرسل، لكل دقيقة يأتي الكرون ليرى ماذا سيرسل. أوكي، نرجع للسيتين مرة أخرى. إذا مثلا نظرنا إلى الصورة التي عندي، سيرسل 10 إيميل، 10 كومبين ل100 إيميل كل مرة واحد، سيصل إلى 1000 إيميل. لن يكون حجم كبير للذاكرة. وانظر إلى هذا الأمر مثلا، أرسلنا 100 كومبين ل1000 إيميل كل 1000 مرة، كل 1000 مرة كم سيصبح العدد؟ سيصبح كم؟ يعني سيصبح 100,000 إيميل، سترسل 100,000 إيميل. إذا سيأتي الكرون ويأخذ الكومبين الأول ويذهب به ويرسل 1000 إيميل، ويأتي المرة الثانية وهكذا إلى أن ينتهي. لكن المشكل
أنه في بعض الحالات لن ينتهي من إرسالها إلى 1000 إيميل بسرعته والتباطؤ والميموري وإلى ما ذلك. يعني بعض المشاكل ستحصل على مستوى السيرفر، على مستوى الذاكرة، على مستوى يعني قوة وجودة السيرفر. ماذا سيحصل؟ سيأتي ويأخذ الكومبين الثاني ويذهب للإرسال، ويكون هناك تباطؤ في الإرسال. يعني لأن المهام التي تعطى للكرون كثيرة مقارنة بالذاكرة وسرعة السيرفر. إذن يجب التروي في ذلك ومعرفة كمية يعني الرسائل المرسلة وكم وقوة السيرفر معا. إذن نأتي إلى الصورة الثالثة الآن. ليست هذه. مثلا ماذا إذا عملت يس للبارالل سيندين؟ هنا أرسلت يس، ماذا سيفعل هنا؟ انظر، سيرسل الكومبين يعني كل مرة يأتي يرسل 5 كومبينات مرة واحدة. هنا لا يجب وضع 5، لأنه يجب أن يضع 1. لماذا 1؟ لأن جودة السيرفر سيرسل 1000 في كل دقيقة، في كل دقيقة 1000. أوكي، ماذا لو عملت 5؟ يعني 5000 إيميل، 5 كومبينات ب5000. أوكي، يعني ستكون بالتوازي، يكون الإرسال بالتوازي في هذا الوقت، وكل رسالة سيفعلها يعني بسرعة بخمسة، انظر 5 سبسكرايبات في 5 رسائل في 1000، يعني كم ستصبح؟ يعني سيأتي بخمسة إيميلات وخمس رسائل في نفس الوقت، يعني 5 × 5 = 25 في 1000، يعني 25000. أوكي، إذا ماذا ستكون الذاكرة؟ الذاكرة ستصبح في تباطؤ مستمر. يعني وخذ في الحسبان أن الكرون سيذهب بال25 ويأتي ل25000 أخرى. إذا ماذا النصيحة التي أقول لك يا أخي ويا أختي؟ لا تعمل إعدادات عالية الإرسال، أبطئ من الإرسال، يعني أرسل كومبينات ليست بكثيرة، وإذا كانت عندك الكومبينات كثيرة أطل مدة رجوع الكرون وانقص من التوازي هنا، انقص من التوازي أو إلغيه لكي لا يكون التوازي، يكون واحدة بواحدة. هذا من الأفضل لك لكي لا تؤثر على سيرفرك. يعني وبالنسبة للتعامل، عندما يكون يعني الكميات بصغيرة سيكون هناك يعني مستوى الجودة للإنبوكس، الدخول للإنبوكس للبروفايدات سيكون عالي جدا. أوكي، انظر كم أقول أنا للسيرفر، أقول لا تتعدى الكومبينان وترسل فقط بالتوازي 2 سبسكرايب، ولا تتعدى 60 سبسكرايبر في يعني في كل دقيقة أرسل فقط ل60، يعني يرسل لي 120 إذا قلت له 2. أوكي يا أخي، ويكون هناك يعني تباطؤ في الإرسال 60 في دقيقة. انظر إلى هنا، أظن أن الدرس هنا بالنسبة للبونس وبالنسبة للكونفيجريشن، يعني هناك الكثير من الإعدادات، سأرى فقط الوقت لكي لا أطيل عليكم. ممكن أن أضيف لكم يعني شيء آخر، هو بالنسبة لتسجيل اللوغ. اللوغ هو مثلا عندما يعمل المايل ويز تخزين. لماذا؟ للوغات. يعني اللوغ، عندما أقول لوغ هو الهيستوري الخاص ب يعني الهيستوري بالعربية، هو أتذكره بالعربية، أعتذر هيستوري، سأشرح لكم من جوجل، سيد جوجل سيشرح لي العربية. هيستوري هو شيء قديم حصل، يعني ما هذا الروسيان ديتكت لانجويج. اوكي، هيستوري التاريخ، لا اريد التاريخ، لوج سجل
يعني السجل مثلا في جوجل نجد هناك هيستوري، هنا هذا هو مفعل اليوم. اوكي، سجل العمليات المايلويز يحافظ على سجل العمليات ايضا، يعني موجودة في المايلويز بكثرة، موجودة في الكومبين ديليفري، الكومبين بونس، الكومبين ابيوز، ترانزاكشنال ايميل، ديليفري سيرفر، الابليكيشن لوجو، كل واحدة تتعلق ببعض الاشياء يسجلها، يسجل كل شيء حدث، لان اذا حدث خطأ ما يكون اللوج مفيد لمعرفة نوع الخطأ وطريقة اصلاحه. هذا ما نقول هو لايك يعني مثل الديباجين، عندما تعمل ديباجين في البرمجة هذا اللوج مثل الديباجين. اوكي، الان اظن ان الدرس انتهى، سألتقي بكم في دروس اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.